أخي دعني أقول لك شيء، لم توجد أي ثقة في يوم من الأيام بين الكانيات وبين حفتر وبين مجموعة اللجان الثورية ومكتب الاتصال باللجان الثورية ومصطفى الزايدي ومجموعته وبين الكانيات وبين حفتر. المجموعات الثلاثة هذه اللي هي مجموعة الكانيات اللي هي تبحث عليه نفوذ أكبر واللي هي خايفة من تصفيات مستقبلية، كانت تتمترس خلف الدعم الدولي لحفتر علشان تحقق نتائج، وللأسف الحمد لله ربي خيب مسعاه. حفتر المتمرد كان يستعمل ترهونة وبين قوسين الكانيات لقربهم من طرابلس ولإمكانية ضغطهم على في الحرب معه. الخضر ومكتب الاتصال باللجان الثورية وبقايا أزلام القدافي أيضا في ذات المستوى يستعملوا في الكانيات اللي هم كانوا ميليشيات لو تذكر قبل 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 سنة، ويستخدموا في حفتر اللي يعتبروه من 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 من, من الذين تشفوا في قتل القدافي ومن الذين انضموا لفبراير، يعني كلامهم عليه كبير جدا. إذن أخي الكريم، هذه المجموعات لم تكن بناتها تلك الثقة التي تجعلها تقاتل عن عقيدة، ولذا كنا متأكدين من اليوم الأول أن الهزيمة هي مصيرهم بإذن الله. ولذا لما قلنا نحن نقف خلف حكومة الوفاق حتى نقضي على هذا العامل اللي هو عامل التشتت والفرقة، لكن نحن دائما أنا ولا ليش درنا فبراير؟ نحن لا نعطي شيك على بياض ولا يهمنا في أحد، الحمد لله رب العالمين. عرفت لما نقول الحق، ويهمنا بلادنا ويهمنا فبراير ويهمنا أن ينتصر مشروع الدولة المدنية.